مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده المباشره معكم من برنامج بونسوار بروسل لون افنت بروسل. اليوم غادي نتكلموا على واحد القضيه اللي كتهم الراي العام خاصه داخل الوطن الحبيب المغرب، اللي هو التعفن ديال اللحوم ديال الاضاحي. يعني الناس اللي ذبحوا نهار العيد اكتشفوا بانه اللحم خدا واحد اللون بيزار، خضار الزرق. المهم اللحم بعد نهار يعني داروه في الفريجيدار ولا ليه غدا بدا كيتعفن ويطلق الريحه. والمشكل انه هذه الظاهره ما كانتش غير محدده في بلاصه واحده ولا في جهه واحده من المغرب، ولكن مجموع مناطق المغرب اللي خلقت واحد شويه ديال الهستيريا. ولكن كالعاده هذا المشكل كبير بزاف، مشكل صحي، ولكن يلاه في فيسبوك وفي المواقع الالكترونيه اللي الناس كتهضر عليه، ولكن كتهضر عليه بالصور والفيديوهات. هذاك الشيء موثق. حتى حنا غادي نشوفوا بعض الصور ونتكلموا عليه شي شويه. وخاصه انا بالنسبه لي هذا الموضوع غادي تكون عنده تداعيات سياسيه كبيره، غادي نفهمكم علاش. بيان سور في المغرب ما غاديش في لاغيجي، الله يجازيكم بخير، ما غاديش ناخذوا دابا التليفونات ديال المشاهدين والمشاهدات مباشره. نعطونا غير واحد جوج دقائق نفهم لكم هذا الموضوع، ومن بعد تيجيني راه الاشاره ديالكم باش يسمعكم ويتبادل معكم ويسمع الاراء ديالكم ويتبادل معكم ايضا نفس الاراء. قلت هذه المشكله ديال تعفن اللحوم في اوروبا، يعني الدول اللي شويه متقدمه علينا غير شويه. مؤخرا وقع واحد المشكل ما يتسمى ديال البيض، يعني حتى هو اكتشفوا فيه شي حاجه يعني فيها مشكل. فنطت القيامه، وسائل الاعلام كتهضر، يعني الحكومه دخلت وجات وعطات يعني بلاغات صحفيه ولقاءات صحفيه باش تحاول تفهم وتقول بان ما غيتحمل المسؤوليه ديالها. تفتحوا تحقيقات على اعلى مستوى، لا سواء فيما يخص المؤسسات الصحيه او القضائيه، باش لنا في هذه الدول اللي شويه متقدمين على المغرب اللي هما الدول الاوروبيه، الامور هذه ديال السلامه وديال الصحه ديال المواطنين كياخذوها بواحد الجديه كبيره بزاف. وكما كتشاهدوا الى عاقلين على المشكله ديال لافاش فول هذه واحد بضع سنين، فشتوا القيامه اللي ناضت والضجه الكبيره والاستقالات ديال السياسيين وديال المسؤولين على القطاع. فالمساله ديال الصلاح ديال السلامه الصحيه ديال المواطنين شي حاجه التي لا يستهان بها في هذه الدول اللي كما قلت قريبه لنا ومتقدمه شويه على المغرب. ماذا لاحظنا في المغرب؟ انه للاسف لحد الان يعني رغم نشوفوا يمكن الصور ونزيدوا نتكلموا باش تكون عندكم انتم هنا فكره في بلجيكا وشنو وقع للاخوان ديالكم في المغرب. هذو هما اللحوم، هذه اللون اللي تعطى لهم خضر ازرق، يعني في الساعه تبدلت وطلقت واحد النسمه كريهه جدا، واخا الناس داروا اللحم في الفريجيدار الى اخره. فولات التعليقات من بعد واحد الضجه اللي ناضت، يعني هذا من بعد نهار كيتحول كيولا كيرجع الحولي ديال الاضحيه. فالناس بطبيعه الحال رماوا هذا اللحم، والخطير في الامر ان مجموعه ديال العائلات يعني قاسم واحد ما يسمى بالتسمم، وقع واحد التسمم جماعي، وبزاف ديال المستشفيات ديال المملكه استقبلت المواطنين والمواطنات باش تحاول تعطي لهم الاسعافات الاوليه. فنقدروا نقولوا يمكن وقع تسمم، هذا الشيء وقع، ولكن بهذا الشكل يعني اللي منتشر عبر جهات المملكه، فكنا كننتظروا ان المسؤولين السياسيين والحكومه انها تدخل يعني وتعلم ولا تخبر المواطنين او لا تطمئنهم الا ما كاينش شي حاجه كبيره، باش الناس يعني ترتاح وتكون مزيانه وما تخافش على السلامه ديالها. هذا الشيء ما وقعش. اللي وقع انه واحد المؤسسه المكتب ديال السلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه بالمغرب يعني بواحد التصريح مقتضب قال لك لا راه ماشي شي حاجه، غير يمكن الطريقه ديال الذبح ولا الطريقه ديال الكونديسيونمون ديال هذا اللحم، يعني ما دارتش في الفريجيدار بواحد الطريقه يعني، او لا يمكن لاشين دو فخوا هذيك لاشين ديال التبريد ما كانتش مزيانه. هذا هو التبرير الاولي. كنا نقدروا نفهموا هذا التبرير الى يعني هذا الشيء وقع في حولي جوج ثلاثه 10 20، ولكن باش يوقع في الدار البيضاء في اسفي يعني في وجده في طنجه، يعني مجموعه ديال المدن المغربيه، فهذا كيخلق مجموعه ديال التساؤلات. الوغ شنو كيقولوا الناس اللي ركضت في هذه الحاله؟ ما كيكونش واحد يعني واحد التفاعل رسمي، فكانت يعني كان
تفتح الباب على مصراعيه على الإشاعات وعلى الأخبار من كل صوب واحد. من بين هذه الإشاعات أو من بين هذه الأخبار الله أعلم أنه العلف اللي كلاوه هاد الحوالة فيه شي حبوب أو شي منشطات أو حتى بعض المخدرات. يعني إحنا الحمد لله هذوك كاين شي كسابة الله يهديهم وشي بيعة وشراية في هذا الشيء ديال الحوالة خاصة نهار العيد، بالنسبة لهم مناسبة يربحوا الفلوس دغيا في أقرب وقت. ألو شنو كيديروا؟ كيجيبوا حوالة صغار كيعطيهم شي منشطات، بعض المرات حتى القرقوبي أو لا شي أعلاف يمكن تا المهم نبداو بالمنشطات وبعض المرات سمعنا بأنما يعني وكلهم حتى القرقوبي باش يبينوا بأنما ذوك الحوال ناشطين وكل شيء. وهذاك المنشطات وفيهم شي حبوب سميتو ديال دردك يعني كيغلظ إلى آخره هو اللي أعطاه هاد النتيجة. يعني إلا تبعنا هذا المنطق فكاين واحد الغياب ديال المراقبة أصلا قبلية ديال المؤسسات المختصة في مراقبة يعني هاد الأغنام إلى آخره وهاد الحوالي اللي كيتبعوا المواطنين. كاين أيضا بعض الناس اللي كيقولوا عن الطلاب أنه كاين مشكل ديال الإعلاف، كاين بعض الإعلاف اللي سامة وغير صالحة تم التسويق ديالها داخل الوطن وكلاوها هاد المشية. انا ما كنقولش ايه او لا ولا هاد النظريه صحيحه ولا نظريه خطا، ولكن انا كنقول يعني في غياب تفاعل رسمي ديال مؤسسات الدوله فبطبيعه الحال هاد الشيء كيخلق واحد الاشاعات وكيخلق حتى واحد لا بسيكوز والناس تولي كتخاف. فبزاف ديال الناس اللي تاسفوا انهم حيدوا التصور ان انا كيغلفوني كنشوفوا هاد الشيء. فشكرا. في نهاية المطاف بغى يكونوا الحبوب ديال دردك أو القرقوبي أو الأعلاف السامة فهذا كاينين بالصح ولا ماشي بالصح، اللي أكيد أن هاد الصور حقيقية، اللي أكيد أن مجموعة ديال العائلات تصابت واحد التسمم جماعي ومشات للمستشفيات، اللي أكيد أن الناس يعني أنه كنا موالفين يعني بالغش، ولكن دابا من الغش ولا كيوصل لهذا المستوى فهذا كيعني بانه ما كانش واحد المراقبه كافيه للمواشي او اللحوم اللي كتباع للمواطنين والمواطنات المغاربه. وخير دليل راكم شفتوا يمكن تبعتوا دائما في فيسبوك واليوتيوب الله يخلف على هذه المؤسسات الامريكيه اللي ولات كتعاوننا في التواصل من قبيل فيسبوك ويوتيوب، شفتوا هذاك الباطوار ديال البركان كيفاش اللي كانوا كيذبحوا فيه الحواله بواحد يعني الظروف ديال الوسخ وديال حشاكم يعني يعجز اللسان عن الكلام، يعني كي تذبح تماك هذاك الحولي ولا هذيك الدابه وفي هذيك الظروف ما كاينش الماء والماء موسخ كيتغسل في هذاك الشيء بالضروري الناس غادي تمرض. فيعني وصلت الامور لواحد المرحله انه ما كاينش مراقبه او لا ما كاينش مراقبه كافيه وكاين ولا تلاعب وغش على اعلى مستوى اللي ولات عنده انعكاسات مباشره على سلامه المواطن والمواطن. طيب كاين شي واحد يقول لا انت كتزيد فيها ولا ماشي ولا يعني كاين اللي كيقول لك انت كتزيد شي شويه وكاين اللي كيقول لك انت راك ما قلتش كل شيء راه ما خفيه اعظم. مره اخرى في غياب التواصل الرسمي ديال الحكومه وديال المسؤولين الحكوميين على هذا الموضوع بالذات كيخلينا نطرحوا هاد التساؤلات المشروعه. نقطة باش غادي نسالي على هذه القضية وهو أنه كما قلت لكم في البداية فهذا هذه القضية ديال الحوالة ولا التعفن ديال اللحوم فبينت أن انطلاقا من واحد رد الفعل سياسي بينت بأنما كاين تداخل الحكومة الحالية واحد المشكل سياسي كبير واللي غادي ينذر بما لا تحمد عقباه فيما يخص يعني هذا الائتلاف الحكومي. فديجا كنا كنسمعوا بانما يعني هذه كان يعني الحكومه فيها مشاكل وهذا ائتلاف هجين ديال الاحزاب اللي كاين تماك اللي خمسه وما كانش تفاهم وكان مشاكل داخل هذه الحكومه. غادي يبان انطلاقا من هذه الازمه ديال تعفن لحوم الاضاحي من واحد البادره اللي خداها حزب او فريق التقدم والاشتراكيه داخل البرلمان. الفريق ديال التقدم والاشتراكيه او المجموعه النيابيه ديالهم كانت هي الاولى اللي بادرت بطرح سؤال على وزير الفلاحه سي عزيز اخنوش واللي طلبت منه انه يجي لمجلس النواب
اليوم ولا بحر هذا الاسبوع باش يجاوب على هذه الاشكاليه ويعطي لهم يعني استفسارات فيما يخص هذه الظاهره اللي مسات بسلامه المواطن. لحد الان غيتقولوا لي عادي حزب سياسي كي يطالب الحكومه او لا يطالب الوزير المعني باش يقدم تصريحات، الا انه من غادي نعرفوا بانما حزب التقدم والاشتراكيه اللي على راسه السي نبيل بن عبد الله وحزب التجمع الوطني الاحرار اللي على راسه هذاك الوزير ديال الفلاحه اللي تكلمنا عليه السي عزيز اخنوش واللي هما بجوج بهم في نفس الحكومه، فهنا كيبان الاشكال. لان في مثل هاد القضايا شكون اللي كيطرح سؤال وكيكون سريع باش انه يعني يسيزي البرلمان ومجلس النواب ويقدم سؤال كتابي ولا شفوي ولا يطالب الوزير ديال الفلاحه انه يجي ويعطي يعني تصريحات ويعني حقائق البرلمانيين والمواطنين، فغالبا كيكونوا وماشي غالبا تقريبا 99% كيكونوا احزاب المعارضه، لان الاحزاب الاغلبيه ما يمكنش تحرج الحلفاء ديالها. انت وزير معايا في داخل الحكومه قولي باش تسالني داخل الحكومه ويكون هذاك الشيء طبيعي، تمشي يعني تعمم الاشكال وترجع المشكل علني وتمشي تحرجني انا اللي حليف ديالك، تمشي تحرجني داخل مجلس النواب. انا كعزيز اخنوش يعني رئيس حزب كبير داخل الحكومه اللي هو حزب التجمع الوطني الاحرار، تجي انت يا حزب حليف ديالي التقدم والاشتراكيه وتحرجني امام الملا وتجيبني بحال زعما بحال في المحكمه الوكيل، يعني كانك تستدعيني وتطرح لي السؤال وتفرض عليا انني نجاوبك. فهذا التصرف غريب جدا، وهذا هو اللي كيبين بان ما داخل هذه الحكومه حاليا هذه يعني كتبين بانه كاين مشكل داخل هذا التحالف الحكومي. المشكل الاكبر وهو شنو هي التداعيات ديال هذه البادره اللي خداها حزب التقدم والاشتراكيه الحليف ديال حزب التجمع الوطني الاحرار. فبطبيعه الحال حزب التجمع الوطني الاحرار ما غاديش يعجبوا الحال، وهذا يندر بان ما كاينش تفاهم بيناتهم، فغادي يكون واحد الرد ديال حزب التجمع الوطني الاحرار لاحقا كيفاش غادي يكون الله اعلم. ولكن على جميع الاصعده ويمكن غادي نخص لها حلقه اخرى ديال مستقبل هذا التحالف الحكومي، فهاد البادره ديال حزب التقدم والاشتراكيه تنذر بواحد المستقبل لهذا التحالف الحكومي اللي مستقبل فيه مجموعه ديال التساؤلات. طيب وغادي نوقف هنا، غادي نجاوب عليها يمكن في حلقه اخرى من برنامج تيجيني توك باش ما نطولش عليكم، لان كيقولوا لي بانه مجموعه ديال المواطنين باغيين يتصلوا بنا هنايا على المباشر. نرجع معكم، نقدروا نفتحوا الخط الا بغيتوا دابا، ما كاين حتى شي مشكل. بغيتوا تسولوا او انتم تعطوا لنا الراي ديالكم فيما وقع او في هذه الظاهره ديال اللحوم المتعفنه في المغرب، واش وقعت لكم حتى انتم هنايا مثلا في بلجيكا؟ واش سمعتوا عليها حتى انتم؟ واش شي واحد من العائله ديالكم تكلم عليها؟ مرحبا بالتساؤلات ديالكم. ايضا اذا كان عندكم شي سؤال او لا شي تصريح فيما يخص موضوع اخر، فاحنا هنايا من اجلكم، من اجل الخدمه ديالكم. ايضا اليوم بدايه شهر سبتمبر، بدايه يعني جديده، نتمنوا يعني للجميع انه سواء التلاميذ او الطلبه اللي التحقوا بالمدارس والمؤسسات ديالهم العموميه انهم يدخلوا يعني ويقراوا. معنا مكالمة. ألو ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا خير، أنا كنتمنى أنا كنسمعك، شكون معايا الأخ؟ السلام عليكم أخي محمد آدم طنجوس. تفضل أسي محمد. ما فيها باس إذا قلت للإخوة كاملين عيد مبارك سعيد، وخا راني ما كنتش شوية عليها. وبغيت نقول عطاك على القضيه ديال العيد، يعني كتاسف الناس اللي مساكن ضاعوا في عيدهم واللي فضحات شي حوايج اللي مازال مخبعات، لدرجه اننا كناكلوا اللحم في المغرب وما عارفينش منين جاي، ما عارفينش يعني ربما كاين ميكروبات اخرى اللي عاده تبان. وفي نفس الوقت بغيت نهضر على القضيه ديال العيد، يعني خلاص ما نتهواش، ما نساوش العيد ديال بلجيكا خلاص. ما فهمتش، ما كنسمعكش مزيان، ما فهمتكش، هضر مزيان في التليفون الله يخليك. الو الو الو، وي وي كنسمعك. وشنو المشكل اللي قلت لي هنايا؟ قلت لك على العيد ديال بلجيكا خلاص ما نساوش نهضروا عليه حتى هو. تفضل تفضل كنسمعك ان شاء الله. يعني باش انا كنسمعك، تفضل. نعم، بزاف الناس كانوا ناويين باللي القضيه ما تكونش بهذه الذبيحه، واللي القضيه كانت مغشوشه ولا ما نعرف،
الو وي وي كان تفضل تفضل. يعني كان انا من دوك الناس اللي كانوا ناويين مازالين خاصنا نخطروا يعني الضحيه قبل ما ندفعوها تاع حتى الاخر عاد يعني عاد تخصصت. بغيت نعرف يعني شنو غيكونوا في العامات المقبله السنوات المقبله ان شاء الله شنو غادي يعني واش الناس كلهم يعيدوا بطريقه عاديه ولا عاوتاني غنبقاو مهددين بقوانين جديده. الو وي كنسمعك. شكرا شكرا على تساؤلك. غادي نجاوبك وفي نفس الوقت الا جات على الا بغيت غير واحد على الله هذه القضيه هذه ديال المشكل ديال العيد اللي في المغرب الله يفتح حوايج اخرى ويبين حوايج اخرى والله نخرجوا بشي نتيجه يعني نتيجه صحيحه لا ذاك الكذوب ديال البرلمانيين ولا ولا بغينا نكونوا شي جواب. الو شكرا شكرا. حاضر السلام عليكم. شكرا شكرا والله يخلف على فيسبوك اللي ولا كيفضح كل شيء دابا ما بقى ما كيتخبى دابا كل شيء تفضح كل شيء يعني ما عندك ما بكري كنا كنتسناو الاخبار ديال 8 ديال الليل ديال باش تشوف شنو واقع وعادوا كيعطوك هما يعني لا فيرسيون ديالهم. دابا الحمد لله مع فيسبوك ويوتيوب يعني غير الله يستر وصافي. فنتمناو حتى الناس اللي كيستعملوا فيسبوك ويوتيوب يستعملوه الاغراض يعني حقيقيه ماشي يبقاو باش يلعبوا بها ولا باش ينشروا الاخبار الكاذبه. فيما يخص العيد هنايا في كما قال الاخ الكريم سي محمد نسانجو سي فغي كل عام وعامه كل عام وقانون ديالو كل عام والمشاكل ديالو. فانا اللي اكيد اللي نقدر نقول لك في ان بانه على حسب ما سمعت انا فعلا انا ما درتش سونداج ولا دي ستاتيستيك هكا كلير ولكن على حسب ما سمعت الناس اللي بقاو ما يعيدوش هنايا في بلجيكا ولاو كي مثلا هذوك الفلوس كيصدقوهم واغلبهم كيصيفطوهم من المغرب ف بقى كيبان ليا هاد الشيء هاد العدد ديالهم النسبه ديالهم ولات كتكثر من سنه لسنه. فالناس ولاو بزاف ديال الناس وخاصه الطبقه الوسطى وخاصه الشباب لي جون كوب لي 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 المهم الطبقه المتوسطه يعني هاد الجيل الجديد فولا كيقول لك حنايا نفضلوا اننا اوليو باش نعيدوا في هاد الظروف ديال المشاكل ويقدر الواحد يمشي للحبس وتبقى دائما تسول واش هذا غادي يديروا الباطور ولا ما يديروش. لا يقول لك انا نفضل انني هذوك فلوسات نعطيهم المغرب خاصه ان هاد لي جون كوب ماشي كما يعني مواتنا وجدادنا وخوالاتنا انهم كانوا يحزموا على راسهم وينوضوا ويعاونوا ويسلخوا ويشوي ويغسلوا الدواره ويشوا الراس فهم هاد الشيء ما دخلهمش للراس وما عندهم هاد صداع الراس. تبوا الناس هاد الجيل ديال البيتزا وديال الاخر كيقول لك انا ما عنديش انا الوقت وتا هذوك النساء ديال اليوم هاد الشباب الشابات تبارك الله عليهم فما عندهمش مع هاد نشوي الراس ونسلخ وندير وكذا. تقول لك من الاحسن بعدوا هنا المشاكل كاملين كنصدقوا الاخر. فغادي نشوفوا السنوات المقبله واش هاد الظاهره غادي تزيد تكثر او لا. لا الو معنا مكالمه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيتي جيني تفضل. شكون معنا؟ معك اسماعيلي من بروكسل. تفضل السي اسماعيلي. خويا انا بغيت يعجبني البرامج ديالك اللي كتجيبهم المواضيع. شكرا. الموضوع نتاع اليوم الغش 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 وش صرا في المغرب هذه المره في اللحوم تاع العيد ياك. ايه ولكن انت الى عندك شي تجربه في ميدان الغش بصفه عامه فنستافدوا ماشي مشكل. الظاهره نتاع الغش في الدول الاسلاميه كثرت انا على حسب بحكم انا العيش ديالي هنا في الدول الاوروبيه في بروكسل في فرنسا في سني بقيت كنشوف باللي انه الدول الاسلاميه فرطت في الاسلام ديالها خرطت في الاسلام ديالها كيغشوا. انا البارح شفت واحد الفيديو وحده كتبيع اللحم ولكن في الميزان دايره واحد الشكاره باش تموديفي باش تغش في الميزان. دابا هذا الشيء عادي سي اسماعيلي دابا كتكلمنا على شي حاجه اللي عاديه الغش في الميزان ولا الغش بصفه عام للاسف للاسف ولينا هذا الشيء يعني ولا عادي الغش يعني وشنو المشكل؟ نعيشوا معاه. ولكن وشنو هو الحل السيتي جنيني في نظرك؟ وانت قلت لي احنا فرطنا في الاسلام. لا فرط
ما فاكول كيقول لك احنا في الاسلام راه ما عندناش الغش. ولكن هذه النظريه، هذه في النظريه ما كيضربش الغش. مثلا تمشي للاوبيتال كلشي نقي كلشي كيعتنيو بك. في المغرب، البارح راجل المسن رماهم مسير سيارة الإسعاف، قالوا له أنت ما عندك باش تخلص، أرماوه. المرة اللي فاتت في طنجة واحد نزلوه بالعربة ديالو خصو يتيري الفلوس بالكارديشي عاد داوه للسبيطار. شنو هذا التخلف وهذه الميزيرية ديال الكتلة؟ شكرا السي اسماعيلي على الملاحظات ديالك. هذا أخويا سلامة. شكرا، السي اسماعيلي من بوكسل. على طبعا ما عرفتش علاش كتحرقوا راسكم. يعني انا عندي جوج ديال الملاحظات. اولا انا ما بقيتش كنبغي نسمع يقول لك مثلا فرطنا في الاسلام، حنايا ما كان بحال اللي زعما يعني الى مثلا قلت انا مسلم بحال انت ملائكه. حنا دابا تجربه وضحت، يعني سواء اللي ما بغاش يشوف ولا اللي عور ولا ما احترمنا يعني الجميع او ولا اللي ما يفهمش. وحنا كنشوفوا دابا بانما الناس ماشي مسلمين، الناس المسلمين كيقطعوا البحور وكيخلصوا الفلوس باش يمشيو يعيشوا عندهم. إذا كان فعلا زعما حنايا لأنه مسلمين أو لا لأنه مسلمون راه حنا غادي نكونوا مزيانين، فالتجربة برهنت العكس. مشى السبيطارات ديال هادو اللي كان يسميوهم الناس الكفار والمشركون، فبحال اللي راك داخل يا رب اسمح لنا للجنه. كلشي كيضحك معاك، الفيلم كيضحك معاك، الطبيب كيضحك معاك، كلشي نقي كيداووك، ما كيقولش واش عندك الفلوس ولا ما عندكش الفلوس. في حين تمشي تداوى عند خوتنا المسلمون وتعقل على ايامك الا ما حطيتش الشك قبل ما تدخل. والله ما تداوى، سير اخويا موت المكتب كتب لك تموت الله يعاونك، ما عندي ما ندير لك. وحنا الاسلام اخي دابا عندك الشك ولا ما عندكش الشك؟ الشك ما عندكش اسمح لنا، ولو الاسلام شي اللي عطى الله. فيمكن كاين شي حاجه سميتها التربيه، كاين شي حاجه اللي سميتها الاخلاق، بغيت تكون مسلم ولا ماشي مسلم، اللي مربي مربي ما نعرف. انا كنشوف هكا والله اعلم. الو معنا مكالمه. السلام عليكم. عاوتاني هذا محمد من سان جوز اخي. وي سي محمد. كما قلنا ما فيها باس، خلاص الله عز يعني هذه المشاركه ديال الناس تخليهم يفهموا راسهم ونتحدوا ونحاولوا نزيدوا شويه لقدام، ما بقاوش ديما نشوفوا غير الحوايج السلبيه. وبالامثله اللي هضرنا عليها ديال الغش اللي بغيتي اللي سقسيت عليها عاد دابا، كاين واحد المشكل اللي هو عايشينه دابا وكاين في مكناس، لدرجه انهم عاودوا تجنيش في مكناس والتنوعير اللي واقع، يعني داك الشيء العلالي يعني ما تصورش. وشنو هو اللي واقع بالعلالي؟ شنو حيدوا القديم، قالوا هادشي اللي بغاو يديروا جديد، بغاو يعاودوا. بغاو يعاودوا الزليج. واحد ما يديروا شارع بشارع باش الاكل باش الغرف تبقى محدوده فين شارع. شوف الو 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 سي محمد كتهضر ما كنفهم والو. قلت كتهضر ما كنفهم والو، كتهضر دغيا وكتهضر في واحد التيلي ما فهمتش. خرج يمكن راك كاين اللي هضر غير بلاتي. الو دابا كتسمعني مزيان ياك؟ فوالا خرج من البلاصه اللي فيها التلفزيون باش نسمع. داكشي راني بعثت من واحد. قلت لك سيدي واحد ما يديروا شارع بشارع، بداو كل شارع كيديروا منه طريف، فهمتيني؟ واللي مدور بالعلال يعني هذه ماشي زعما اشاعه ولا اللي دور تيكملوا لهم جيتو، واللي ما مدور شيء تيخليهم مقنت. ما فهمتش واش تاني يخليهم مقنت؟ يشبع الغبرة ويشبع التراب والكوميرس بزاف ديال صحاب المحلات مساكن اللي تهرسوا مزيان، وما كاينش اللي يهضر وما كاينش اللي غادي زعما يزين النفس على هذيك المدينه. الو 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 الا فهمت الا فهمت يعني كاين شي شوارع بغاو يصوبوهم واللي دور معاهم بهذوك اللي ساكن تماك ولا اللي عنده الكوميرس يتهلاو فيه يديروا له حداه، واللي ما دورش ما يتهلاوش في هذا الشيء اللي سمعت. كيبقى مقنت كيخليه هو الاخر. كيخليه هو اوكي. شكرا السي محمد. شكرا السي محمد مره اخرى، ان التليفون ديالك عنده فيه مشكل مره اخرى ان شاء الله. شكرا على المكالمه. الى جينا نهضروا على مظاهر الغش عندنا فيمكن نخص حلقات، الناس ملي تهضر معاهم يقول لك ما واش عندك شي حل لان حنا حصلنا. الى درجه انه في هذه المسائل ديال
كما شفنا ديال اللحوم، وانا ما عنديش شك بانه كاين شي كسابه وكاين شي ناس اللي كي، وهذا الشيء معروف انهم كيوكلوا هذوك البهايم شي حاجه باش يتغونفلاو باش يغلاضوا باش يبيعوهم بواحد الثمن غالي. معنا مكالمة. الو، السلام عليكم اخويا التجيني. وعليكم السلام. انا فتيحة بلوفا اخويا. تفضلي اختي فتيحة. اسمع، كتهضروا على العيد على الذبيحة هنايا في بلجيكا. انا عندي خصهم ما يذبحوش كاع، ماشي نص يذبح ونص ما يعيد ونص ما يعيدش. خصنا كاع ما يشريوش الحوالة ديالهم، هما راهم الحوالة باش يبقاو لهم تما. خصنا ما نعيدوش، ودروك حتى العيد تبدل، حتى حنا كنهضروا على لا 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 لا، وحتى حنا البشر حنا تبدلنا، حتى حنا ولينا راسيست دروك. ما كنحترموش العيد، ما كنحترموش الجيران، ما كنحترموش الخوت، ما نحترموش. واخا العيد، واخا كاين العيد، ما كاينش الحنونيه، ما بقاتش كيما بكري. كل شيء كان الجاري عيد، كل شيء عيد، دروك كتجلس في الدار حتى التليفون ما كيقولوا لكش واش عيدك مبروك. ما كيديروا لك، ما الا قالوا لك عيدك مبروك هكا في فيسبوك سيتو. ودرك ماشي غير الالوا اللي راه تبدل، حتى حنا البشر ولا فيهم الخدع، ولا فيهم الكذوب. واش كنشوف بكري كانت صحاب لي الالوا، مي درك حتى حنا البشر راه كيشيان، ماشي غير هنا. وراني هنايا 40 عام، وماشي غير في البلجيكيين، المغاربه، كل شيء تبدل، كل شيء، الجو تبدل. الجو تبدل، وحنا اللي وسخنا، حنا الناس، حنا يجينا بينا الاحترام، حنا الناس تجينا الاحترام، ونشوفوا عند الالوا واش تحترمنا ولا ما تحترمناش. دروك الناس ما بقاتش تحترم، ما كنشوف انا بعيني حتى واحد ما بقى يحترم. البنت ما كيحترمش الكبير، الكبير ما كيحترمش الصغير، كلشي ما بقاش الاحترام. وعلاش هذا الشيء في نظرك؟ علاش؟ منين جا؟ منين جا هذا الشيء؟ الرصاب، ولات الرصاب، بغات الكر، جالوزي، جاب جالوز، جاب الخيرة، جاب الحزن. خصني انا نكون حسن، خصني انا نطلع، خصني انا نكون نجيب، خصني انا نكون نبان، خصني نبان في الكسوه، خصني نبان حسن، ونشوفك انت راك مزيان، ماشي مزيان، هذا راه مزيان مخير. وما عارفينش، ما كيفتشوش، ما يديروا واحد عليك، واحد الحاجه عليك، واحد النظره عليك، وهما ما كيعرفوكش واش راك مزيان ولا ما كيشوفوش الحساس، ما كيحسوش. شكرا. ما كيحسوش الحساس. شكرا اختي فتيحه. ما كيحسوش الحساس، غير الكرو، كيشوفوا غير الحساس. شكرا اختي فتيحه المكالمه ديالك، بارك الله فيك. شكرا. فعلا ولات حتى الانانيه، ولا كل واحد يعني كيبغي غير راسو، راسي يا راسي. هذا الشيء نقدروا نهضروا فيه يعني بزاف ديال الوقت، ولكن سافري كاين واحد الظاهره هنايا مثلا العيد في المغرب، ما نكذبوش على راسنا، حتى هو ولا واحد الظاهره اجتماعيه، عاده اجتماعيه. يعني الناس موالفين يعيدوا، كيعيدوا، ولا احتفالي، لان كل شيء معيد، الحي كامل معيد، فهذاك الشيء كيولي عادي. انت داير هنايا الشوا، هذاك داير الشوا، المهم باغتو. هنايا لا، هنا ولا مثلا كتعيد بوحدك في دارك، يعني بحال راك في الحبس وداخل مدسوس، خارج هذاك الحليب مدخلو يعني بالتخبيعه، مخرجو بالتخبيعه، الى مدخل هذاك اللحم جايبو من القزار، هذاك الحولي يعني الاغلبيه كيفضل يجيبوه يعني هكا كبير، عاد من بعد يقسموه، يعني باش يشوفوا الوليدات يشوفوا حولي كبير، فدائما مغطيه من داخله مدسوس. هذاك الشيء ولا ميكانيكي يعني، وكدير هكا وفي دارك، ويعني ابارتمون صغيره، وهذاك الشيء حدو قدو، ما تقدر دير مجمر، هذاك الشيء الكتريك. المهم ماشي كيما البلاد، المهم ما عندوش هذيك الحلاوه ديال العيد، سورتو حنايا اللي عشنا في المغرب وعيدنا في المغرب وكنعرفوا الحلاوه ديال العيد ديال البلاد، لا علاقه لها بهنا ولا هذاك الشيء. كيما قلت لكم بحال ميكانيكي، اوبليجي اوبليجي وصافي، كدير هذاك الشيء، ولكن الحلاوه ديالها ما كايناش، والله اعلم. معنا مكالمه. الو. وي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معك سميره خاين ستيندروب، بغيت نهضر على الحواله ديال العيد اخاي. تفضلي اختي سميره. انت يا موي البروك. انا كنعترض على ديك المره اللي عيطت اخاي، دابا عاد اللي كتقولي زولوا لنا العيد، حنا خصنا اخاي نعيدوا، علاش؟ حنا العيد ديالنا سنه مؤكده. لا ما فهمتيش، اسمحي لي اختي سميره. هي قالت لك زعما ما نعيدوش باش هذوك الحواله يبقاو عندهم، يعني بحال اللي تضغط على هذوك الفلاحه وتضغط على الدوله، فهمتي؟
اللي كل مره يديروا لنا قانون، مره ما يديروا الناس يبيعوا لنا بالغلا، تقول لك ونخليو لهم هذاك العام ولا عامين باش يعرفوا، باش هما يديروا فايت عادي يوليو يضربوا لنا الحساب. هي هكا كتفكر؟ لا هذه عندها الحق فيها، هذه انا ما كنعترضش عليها، انا ما فهمتش، فهمت مفهوم اخر اللي كيقول لك اخاي اجي دي الحولي مع عند القزار. وانتي عرفتي باش كيعيد؟ واش هو كيعمل بالاسم ديالك او لا؟ غير كي ما فهمناش احنا هاد العيد اخي، احنا في هاد الجهه فين ساكنين حنايا، ساكنين اخي في ستيندروب، الناس بزاف عايدوا في بروكسل، احنا ما عطاوناش حتى واحد ما هضر اخي، حتى واحد في النواحي ديال التيمس، حتى واحد اخي ما هضر ما قال خصنا نعيدوا، حتى واحد كلشي سكت، كلشي ضرب الضم اللي هودنا المغرب اخي، هودنا المغرب، وحنا خلونا هنايا كنشوشوا الدبان ما عيدناش، اللهم لك الحمد. شنو نقول لك؟ الحمد لله. وشوف لا ضرر ما سمعتي، لا ما خصكيش ديري شي حاجه اللي فوق الطاقه ديالك، سمعتي؟ حنا ما نعملو، حنا بلاد وما يحكموا فينا، حنا في الحقيقه خصهم ينوضوا يغوتوا، يزولوا لهم اخي واحد النهار بالعيد ديالهم، اما دراس العام واما نهار 25 نهار اللي كيتعشاو فيه العائله ديالهم، باش يحسوا بحال اللي عملوا لنا حنايا، فهمتي؟ يحسوا بالعيد ديالهم. يعني حنا هاد حنا جوج الاعياد اللي عندنا اخي، ما عندناش اكثر. هادو عندنا واكثر، هي العيد الكبير السنه مؤكده اخي. شكرا شكرا اختي سميره. غير هذه السنه مؤكده فرض كذا، كل الفقهاء كل واحد وشنو كيقول؟ كيقول لك سنه مؤكده، كاين اللي يقول لك سنه مستحبه ماشي ضروري. وانت الا قال لك حتى هذه السنه مؤكده، وكانت سنه مؤكده خصها تكون فرض، وهي ماشي من الفرائض، يعني ما هي ما صلاه ما صيام ما، فكاين اللي كيقول لك اكثر انها سنه مستحبه. فوالا، واللي يقدر يديرها بصحته، اللي يقدر يديرها ويصدق فعنده الاجر اكثر، اللي ما بغاش يدير بغى يصدق فتا هو عنده الحق، واللي ما بغاش يعيد كما قلنا السنه مستحبه فهو ما يعيدش، هذاك الشيء يعني ماشي فرض، ماشي فرض من فرائض الاسلام. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير سيدي؟ لاباس عليك. بارك الله عليك. شكون معايا؟ انا نعم سيدي ادريس من مولمبيك. تفضل السي ادريس. اخويا بغيت نشارك معكم في هذا البرنامج، كنشكركم على هذا البرنامج وشتكم كتهضروا على عيد الاضحى. وصراحة كما قلت هاد السيدة هادي زعما حتى واحد ما هضر علينا، ولكن الحمد لله كما كان الحال حنا ذبحنا وعيدنا. فين ذبحت؟ وما يبقاش فيناش الحال. فين ذبحت السي ادريس؟ ذبحت اخويا في الدار عندي. وراه ممنوع؟ واخويا ممنوع، واخويا زنا مؤكد ما يمكنش، حنا ما غاديش نعيدوا والاخر ما يعيدش، يعني ولادنا غادي ينساو، غادي ينساو العيد، وهاد الناس هذاك الشيء اللي بغاو هما. لحقاش اخويا حتى واحد ما بغى يهضر علينا. هاد العام لا كومين ديال مولمبيك ما دارتكمش لاباطوار كيما هما اللي في كدير؟ لا اخويا ما دار لنا، ما داروا لنا لا والو. علاش؟ حتى واحد ما هضر علينا لا في الجوامع ولا والو. اللي بان ليه شي طريق راه كيديرها. صراحه هي هذه. والحمد لله واخا صراحه حنا في هذه البلاد ديالهم وخاصنا نتبعوهم، وكما كان الحال اخويا راه حنايا غامرنا وعيدنا الحمد لله بحالنا بحال اي بحالنا بحال المسلمين. دابا كنطرح لك واحد السؤال السي ادريس. اييه اخويا اسمح لي نسولك ديجا، لان كيقولوا المغاربه هنايا وخاصه في مولمبيك ما كيحترموش القانون. علاش اخويا ما يحترموش؟ وكيقولها وانت ها وانت ذابح في الدار ومخترق القانون. لا انا ما مخترق والو، ذبحت وهزيت الزبل ديالي ديتو هذاك الاخر فين كيرميو الزباله كبيره. لا ممنوع. شوف هاد البلاد، هاد البلاد الا انت مواطن بلجيكي ولا انت واخا ماشي مواطن، انت عايش هنا في هاد البلاد، انت عندك ناسيوناليتي بلجيكي يمكن. اييه نعم اسيدي. تبارك الله عليك. هاد البلاد كتقول لك ممنوع تذبح الحولي نهار العيد في الدار. سالينا. وانت يا كتقول انا مثلا مسلم وكنحترم، ولكن كدير واحد الشعيره ديالك ضد القانون ديال البلاد اللي عايش فيها، يعني مستعد تخرق القانون باش تذبح في دارك، الوغ كون شدوك وكون خبر عليك شي جارك ويكون جاو البوليس داوك كما شفنا في فيديوهات، جاو الناس خرجوهم بديورهم بهم الحواله ديالهم مذبوحين. متفق معك اخويا على هادشي اللي كتقول، ولكن انا متفق معك فيه، ولكن انا بغيت نقول لك زعما واش هاد العيد بغينا ننساوه؟ لا ولكن ما تنساه ولا ما تنساش، هذه هضره اخرى. دابا انت يا مستعد تخرق القانون ايوا
باش ما فهمتش. والناس الناس اخويا الحمد لله كلشي ذبح. انا اللي كيبانوا لي الناس هنايا كيفاش الحمد لله كلشي ذبحوا في ديورهم. ذبحوا في ديورهم الحمد لله. يعني وكتقول الحمد لله يعني فرحان انك تقول. نقول لك نزيد لك واحد القضيه، حتى من المخزن ديال هنا الحمد لله غمض عينيه راه بان ليه كلشي بان ليه. هو راه ماشي اي دار يدخل ليها غادي يلقى فيها، فهمتي؟ الحمد لله المخزن هنايا غمض عينيه. يعني جاب لك الله بان ما غمض عينيه. لا غمض عينيه لحقاش الحواله دازين بالعلالي والناس كتدخلات بالعلالي والصراحه. واش هادشي قد مولمبيك يمكن؟ واش نقول لك؟ انا اللي بالي انا في مولمبيك. وهذه هي النظره اللي عندهم مولمبيك، مولمبيك السيبه والفوضى و... لا لا واللي بغى يدير شي حاجه يديرها و... ايوا الحمد لله هما بالنسبه لي المهم الحمد لله هما عاونونا بالك التغمض ديال العين. شوف واخا غادي نطرح لك واحد السؤال سي ادريس، واش من الاحسن مثلا يعني انا متفق معك خص الدوله تعاونكم باش توفر لكم فين تذبحوا، الا كتقول لكم ممنوع تذبحوا في الديور هي خص توفر لكم فين تذبحوا ياك. اييه كاين لا لوجيك. وليو نتايا باش تمشي تناضل على حقك وتشوف هذوك السياسيين مثلا ديال لاكومين ديالك بغاو يكونوا مسلمين ولا ماشي مسلمين، واكثر السياسيين المسلمين اللي ديما قبل الانتخابات كيجي يدقوا عليك ويقول لك فوتي عليا وانا معاك ياك. فين هما هاد المسلمين ديال الانتخابات؟ مثلا هما كيجي ويقول لك ما كاينينش اخويا، راه اللي كتهضر معاك يقول لك اخويا عم بحرك دير اخويا اللي بغيتي. فين هما هاد الناس اللي غادي نهضروا معاهم اللي كتقول لي غادي نمشي نسول فيهم؟ هاد الناس هاد الناس راه كيبانوا اخويا حتى الانتخابات عادي بحال يقربوا الانتخابات عادي تسمو جايين عندنا للقهوه يقول لكم اسمحوا لي وانا ما كنتش كنجي عندكم وكذا وكذا وكذا. فين هما هاد الناس هادو؟ ما كاينينش هاد الناس راه غايبين عندنا الله سبحانه وتعالى. والله يخلي لنا الناس ديال بلاش قصار حد الله واخا لحقاش حنايا حنا اللي درنا هاد المشاكل. مين يغمضوا العينين الله يخليهم مغمضين العينين. لا 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 كانوا كيخليونا خويا نعيدوا بخير وعلى خير، ولكن الناس ديالنا هما السبب في كل شيء صراحة الله. صراحة الله هما السبب في كل شيء. ما الحمد لله كنا كنعيدوا هذه السنين وما كانوا كيقولوا لنا والو، كنا كندخلوا كاع للدار. انا ندخل عندي جا عندي الدار نلقى عندي ما كاين حتى شي مشكل، فهمتي؟ ولكن الناس ديالنا هما السبب ديال هذا الشيء. ايوا نتمناهم الله. نتمناهم الله. ولكن شكرا السي ادريس على المكالمه. ما كاين مشكل، انا قلت لك الصراحه ما خبيت. لا لا شكرا شكرا على الصراحه ديالك. شكرا السي ادريس بارك الله فيك. شكرا خويا وشكرا على البرنامج. مرحبا مرحبا مرحبا. السلام عليكم. شكرا شكرا السي ادريس. شكرا شكرا السي ادريس على الصراحه ديالو، ولكن كيبقى القانون هو القانون، وانا كنقول بانه خصنا نحترموا القانون. ما كاينش خصنا نحترموا القانون. اولا لان حنا مواطنين القانون ديال البلاد هادشي اللي عطى الله. الا ما عجبناش هاد القانون خصنا نبدلوه بالطرق القانونيه، حتى حنا نمشيو نديروا اللوبيينغ ديالنا ونضغطوا على السياسيين ديالنا ونقولوا لهم مثلا الا السي ادريس باغي باش يبقى يذبح في دارو يمشي يهضر مع السياسيين ديال البلديه ديالو ولا هو ولا غيره باش ما يبقاش بوحده. وإلا ما عجبناش القانون في انتظار نبدلوا القانون خصنا نطالبوا مثلا لا كوميون ولا الحكومه باش توفر لنا فين نذبحوا. الغائب الاكبر ماشي هما السياسيين، حتى الهيئه التنفيذيه ديال المسلمين ديال بلجيكا اللي ليكزيكوتيف دي ميزيلمون هي اللي كتمثل هنا المسلمين في بلجيكا، فشفناها غائبه يعني في هذا العيد على الخصوص كاع ما سمعناها وما سمعنا المسؤولين ديالها، وهي اللي كانت في المعتاد كتكون الوسيط بين الدوله البلجيكيه والمسلمين، يعني تهضر معاهم على لي زاباتوار على اخره، ولكن شفناها غائبه. فكما قال السي ادريس فين هما هاد السياسيين؟ فين هما هاد الممثلين ديالنا؟ وفعلا ملي كيكون الغياب ديال الممثلين ديال الجاليه او ديال المواطنين من يعني من اصل مسلم، حنا دابا كنهضروا على الشريعه شعيره دينيه، فمن الضروري يوقع الخواض ويوقع التخرويض وتوقع الفوضى. الو معنا مكالمه. السلام عليكم. وعليكم ما قلتم وعليكم السلام. واحد الاشاره بسيطه فيما يخص عيد الاضحى. شكون معنا بعدا؟ محمد من سان جونس. تفضل السي محمد. السي محمد انت اللي دخلت قبيله؟ لا لا لا. تفضل. هذا محمد اخر. تفضل اسي محمد. واحد الاشاره بسيطه في قضيه عيد الاضحى الجانب الفقهي. خاصه جمهور العلماء يعني غالبيه جمهور العلماء ذهب الى انها سنه مؤكده ومنهم الشافعي والامام مالك واحمد في المشهور عنهما.
المذهب الواحد اللي اعتبر انها واجبه هو الامام ابو حنيفه رضي الله عنه. وهذه القضيه ديال عيد الاضحى هي سنه مؤكده للقادر عليه، واللي ما عندوش بطبيعه الحال ليست سنه مؤكده. وهذه المساله كنشوفوا الناس بعض الحين كتضخم، كتلقى فقير ويبغي يبغي يستعين بالابناك ولا يستعين بعض الامور باش يعيدوا. هذه المساله في المغرب كيديروا كاع الكريدي. نعم، وهذه مساله خاطئه، لان الاصل في العباده هي تقرب الله عز وجل، ماشي تحايل الله عز وجل بطرق غير شرعيه. والمساله الثانيه تاع قضيه الاضحيه هنا في مدينه بروكسل، بطبيعه الحال الامور واضحه. لاحظنا بان المنطقه الفلمانيه بمعنى القرار اللي خرج ابتداء من 2019 يعني غادي يكون هذا الامر محسوم بان لن يتم الذبح بالطريقه الشرعيه، رغم ان بعد سي ان نوغلوك، رغم واحد المقال كان نشر في لا ديرنيغ اوغ ونشرته كذلك حتى لو سوار، اكدت حتى ان هذيك القضيه ديال التخدير، تخدير الغنم او اي حيوان، يعني عنده نفس المفعول، خدرته ولا ما خدرتوش، يعني الحيوان حيشعر بهذيك القضيه ديال الالم. هذه مساله. المساله الاشكال الكبير اللي عندنا الان احنا، رغم ان ربما كان قرار ديال المحكمه خرج لصالح الجاليه اليهوديه والجاليه المسلمه على اساس احترام الجانب العقائدي ديال المسلمين، الا ان الاشكال اللي عندنا احنا هو المشكل ديال التواصل، المشكل ديال يعني الهيئه التنفيذيه لمسلمين ديال بلجيكا، ما عرفتش انا كيفاش الامور كتسير. والاشكال اللي باقي عندنا احنا كبير هو قضيه المرجعيه، ما عندناش مرجعيه موحده، وما زالت الجاليه المسلمه يعني مشتته وما متحداش، وكتبني في بعض الامور اللي تعتبر احتفاليه فقط، ملي كتجي شي مناسبه ولا يبغوا كيبان هذا التصريح وهذا التصريح. دابا المشكله السي محمد، هذا مشكل السي محمد، اسمح لي. الو السي محمد، الو الو السي محمد، الو الو كتسمعني؟ دابا هذا مشكل كبير ديال التخدير، ماشي التخدير، المرجعيه، هذا متفق معك مشكل، ولكن مشكل كبير وعويص ومعقد. دابا المشكل اللي عندنا اللي بغيناه دابا يتحل واللي هو في متناول، وهو بالتخدير ولا بلا تخدير، فين نذبحوا؟ فين؟ هو السؤال. دابا حتى كانت سكاربي كدير لاباتوار ديالها، وبروكسال ميلتا هي، ولا المهم كان واحد لاباتوار في المارشي ماتينال. نعم. واش هذيك ديال بروكسال ميل يمكن واش داخله مع سكاربيك ولا لا، وكان واحد لاباتوار كديرو مولمبيك. المهم كانت ديزينيسياتيف كيديروها لي كومون. دابا ما بقاوش هاد لي زينيسياتيف، دابا ما كاينش. بغيت تذبح دبر راسك، روح شوف شي اباتوار بريفي يضربوك مور لودن، بلا ما نهضر على التكرفيس، بلا ما نهضر تماك تمشي وتصبر نهار كامل وانت جالس تماك، وفهمت يعني حتى لو سوتيان لهاد الناس ما بقاش، يعني كل شيء غسل يدو من هاد. ولاو سياسيين ومسؤولين على الجاليه المسلمه، ولاو كيشوفوا بان هذا بحال مشكل وصداع الراس، ويعني ويقول لك لو بلوس فوزون ديباغاسي لو ميو سي، يعني يقول لك انا ما تصدعنيش اخي، بغيت تذبح روح دبر راسك، ما تزيد تصدع لي راسي، فين تذبح منين تذبح، دائما مشاكل، دائما خصكم يدير لكم لاباتوار، دائما خص هادي، دائما خص تجيبوا التور، ما خصنا شي، دبروا راسكم. هذا هو اللي ولا مشكل عند الناس، الى درجه انه حتى اللي بغى يعيد ما لقى فين يعيد، بلوس كما قلت التواصل ما كانش في الاخبار، لان المسؤولين على الجاليه بحال الهيئه التنفيذيه ما كومينيكاوش اصلا، من داري كنا نسمعهم يديروا بيانات، دابا ما مسموعينش. هو لو سمحت لي اخي، هذه المساله الا سمحت لي، الا سمحت لي نقاطعك. تفضل. هو الاشكاليه راه ماشي الاشكاليه ديال التمثيليه، عاد ما نهضرش على التمثيليه ديال الاحزاب، راه الاشكال حتى ديال الدوله ديالنا، ديال الدول الاسلاميه. لا انا ما متفقش معك. لا 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 انا ما متفقش معك. احنا عايشين في بلجيكا، هاد الدوله البلجيكيه كتعطي لنا قوانين، كتعطي لنا سمعت، خصنا نشوفوا واش حنا غادي نستعملوا هاد القوانين باش نخدموا المصالح ديالنا ولا لا. الا شفنا بانه شي مصلحه ما عندناش او لا شي حق ما عندنا، خصنا نطالبوا بحقنا، فهمت؟ الا حنا الدوله كتهضر بنا كمسلمين، فخص الدوله توفرنا الشروط باش نمارسوا الشعائر ديالنا الاسلاميه. واه، ولكن عبر قنوات،
اي ولكن هذه القنوات غايبه. عندك تمثيليه، عندك ممثلين ديال الاحزاب، عندك التنفيذيه ديال المسلمين. وفينا هما؟ ايوا هذا هو. سمعت عليهم في هذا العيد؟ ايوا بطبيعه هذا هو الاشكال، هذا هو الاشكال، هذا هو بالموضوع. بمعنى انا قلت لك في الاول بان الجاليه المسلمه راه ما كاينش، ما عندناش مرجعيه، ما عندناش مرجعيه، واحد وغير الاشكال الكبير. وهذه المساله انا كنعرف الاشكال ديال الفقهاء ديالنا، الفقهاء وحتى غالبيه ديال المجلس العلمي ديال بروكسل لا يتقنون الحديث باللغه الفرنسيه ولا اللغه الفلمانيه. كيف سيتواصل مع الطرف الاخر؟ بمعنى انه دائما خصو واحد الواسطه، واحد التراديكت ولا واحد الانتربريت باش يترجم له الفكره ديالو. وهذه مساله شكرا. راه ما عندناش اناس يعني في مستوى ديال الحوار ومستوى الدفاع الجاليه. هذا شكرا السي محمد على المشاركه ديالك، فعلا المشكل عويس بزاف. شكرا السي محمد، شكرا. فعلا المشكل يعني عويس بزاف يعني، ولكن بعض المرات واخا يكونوا يعني باغيين شي حوايج وما كاينينش دابا ولكن باغيينهم، يقدروا يتحققوا، يقدروا يتحققوا الا توفرت شي شروط. مثلا الا كانوا الناس في المستوى اللي دافع على هذه الحقوق، ناس واعيين، ناس عاقلين، ناس كيعرفوا يهضروا، الناس كيعرفوا مع من يهضروا. ثانيين الا كانت المطالب مشروعه، مثلا تقول حنايا مسلمين ولكن ما عندناش الحق اننا نمارسوا الشعيره الدينيه بحال عيد الاضحى، عندنا مشكل، فكيفاش الدوله كتقول لنا تعطينا تعترف بنا كمسلمين ولكن في نفس الوقت ما كتعاوننا؟ يعني كتكون شي مسائل مشروعه، يعني حتى الغير المسلم يولي يسمع يقول لك فعلا احنا استعرفنا بكم ولكن ما عطيلكمش الحقوق ديالكم كامله، فكيفاش نديروا نتعاملوا باش انتم تمارسوا الشعائر الاسلاميه بلا ما تعيقوا يعني السير ديال الدوله؟ كيولي نقاش عادي وصحي. ولكن ملي كتشوف غياب الممثلين، الناس ما عرفاش كيفاش تعبر على الحقوق ديالها، فبطبيعه الحال ما غادي تولي الحقوق ديالك مهضومه وما كتمارسهاش كما يجب. الو معنا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا سميتي نور الدين من من انتفيرب. تفضل السي نور الدين. لا بغيت نسولك، انا وقع لي واحد المشكل في شهر 8. تفضل. مشينا للبلاد انا وولادي المغرب، انا مشيت في السياره انا وولدي. وجوج بناتي مشات مع امهم في الطياره. انا رجعت قبل منهم يومين بالسياره، هما جاوا يومين مورايا وقام العروين من الناظور من مطار الطياره. منين عطوا لهم الباسبور حيدوا لهم الباسبور. عندي مرة ما عارفاش العاقه، ما عارفاش العربيه، كتعرف غير فلامانيه ولا قولة الريفيه. فين حيدوا الباسبورات؟ في العروي ولا في هنايا؟ لا 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 في العروي. حيدوا لهم باسبورات شي جوج سوايع تقريبا، المطار الطياره تقريبا حتى مشات. وهي تسولهم علاش ما بغاش يعطيو لها، كيفاش علاش؟ جا واحد السيد ومراته بغى يرجع للخارج، هضرت مع فلامانيه بغى يترجم عليها، جراو عليه فين تيطبعوا الباسبور. عندي البنت عندها عام وربع شهور، والبنت عندها 12 العام، والمراه يعني مراتي. منين رجعوا لهم الباسبورات بحال جوج غلاق تحرقوا الباسبور ناسيوناتي بلجيكي نتاع البنت اللي عندها عام وربع شهور. كيفاش تحرقوا؟ لا لا تحرقوا بحال تحرق. كيفاش شعل به البريكه ولا؟ لا لا بالماكينه بحال تحرق. انا ديت هذاك الباسبور القنصلية هنايا مع انتفيرب. شافوه قال لي هذا الشارع بحال تحرق. قلت له شنو غادي ندير؟ قال لي دابا ما عندنا ما نديرو، ولا هذاك السيد ما نعرفوش. قلت له كيفاش ما تعرفوش؟ راه عندي لادار وعندي الطابع يعني في الطابع شمن لادار شمن المطار الطيارة وفيها شمن الساعة وفيها الطابع، يعني شكون اللي خدم تماك في لاجوز في هذاك الطابع؟ قال لي ما عندنا ما نديرو. إذا دير واحد الشكاية اكتبها لوزارة الجالية، نشوف هاد وزارة الجالية وشنو غادي يديروا. دير واحد الشكايه ودير فوتوكوبي ديال هذوك الباسبور وفهم يعني الموضوع ديالك ونشوفوا يمكن هما يديروا متابعه. وفين نسيف هذه الشكايه؟ لا انت اكتبها بالفرنسيه ولا اكتبها بالعربيه وصيفتها للوزاره الجاليه، راه جايه في الرباط، دخل الانترنت تلقى لادريس. الا ما عندكش انترنت روح للقنصليه يعطوك لادريس. كتبها السيد وزير الجاليه. هذاك اللي غادي نعمل. كتب للسيد وزير الجاليه وفهموا هذا المشكل ديالك وشوف لحدر هما يديروا شي متابعه، لان حتى هما غادي يشدوها غادي يصيفطوها للامن الوطني ولا اللي متكلف بهذا الشيء. دابا اللي ما فهمش انايا، دابا مرة كتهضر معاهم الريفيه، واش ما كاينش حتى شي ريفي تما؟ ما يمكنش، وقع شي مشكل، صيفط
كتب لوزاره الجاليه، كتب لوزير الجاليه ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا, شكرا. بارك الله فيك. فكنا بدينا هذا المشكل ديال اللحم ديال الاضاحي اللي تعفن، واول مره انا كنشوفها يعني بهذا الحجم، لان مره مره كنسمع كتقول الحولي ديالو ما خرجش مزيان، واللي في المغرب هذا الشيء. ولكن هذا العام شفنا التصاور وشفنا فيديوهات، فيمكن ظاهره يعني كبيره بزاف. الواحد خصو يولي يحضر راسو حتى دابا منين يشريو هذا اللحم اللي ولينا ناكلوه، خطير يعني، توصل لواحد الدرجه تولي تخاف تاكل اللحم الا ما عارفش يعني اللحم الاصل ديالو منين جاي، واش جاي من واحد البلاصه اللي زعما مزيانه ولا لا. واحد ولا كيخاف، ولا الواحد يولي يخاف ياكل، فهاد الشيء كيندير يعني بشي حاجه اللي خطيره جدا. معنا مكالمه. الو، اخر مكالمه. وي سي فؤاد، ما كنديرهاش بالعاني، راه من قبيله وانا كنحاول نتصل بكم. مرحبا بك السي فؤاد، تفضل. شوف اسيدي، عندي واحد البشره خير قبل ما نبدا اي موضوع، لان كنت تفرجت فيكم يوم الخميس الماضي وتاثرت معاك بداك البرنامج على بالك ديال الدراري ديال لازيل وديال الحباسات اخوان المغاربه. ويوم السبت الماضي اتصلت شخصيا بشي سعاده القنصل سي عمور، قنصل فين ديال اونفيرس؟ نعم، اللي شرحت له التاثير ديالي وسولت واش شاف البرنامج، اكد لي انه راه شاف البرنامج ديالكم. وبعد واحد النقاش طويل بيني وبينه كان بناء شويه، خلاصه القول انه اعطاني وعد منه شخصيا بانه غادي يشد هذا الدوسي هذا وغيتكلف به. الحمد لله، هذه بشرة خير بالنسبة للإخوان ديالنا. باش غنقول لكم راه باقيين ولاد الناس كاينين، وباقيين المواطنين كاينين، وباقي الناس اللي كيحبوا البلاد كاينين. بالمناسبة السي فؤاد، أنا قلتها في البرنامج اللي داز، يعني الحمد لله حتى السفير ديال المغرب السي عامر اتصل بيا وحتى هو شاف البرنامج، وكان قال لي بانه بحال اللي يعني علمت لي على قلبي، راه هذاك الصباح يعني اللي درت انا البرنامج في الليل، هو في الصباح قال لي اتصل بالسي عمور، كنحيوه بهذه المناسبه القنصل تا هو في اونفيرس، وقال قال لي السي عامر السفير ديال المغرب بانه هضر مع القنصل ديال اونفيرس، قال له خصنا يعني نشوفوا شي جمعيات اللي نقدروا نشتغلوا معاهم، باش جوستومون هاد الناس اللي سوا يكونوا في الحباسات ولا لي سونتر فيرمي او لا في السبيطارات، باش يعني السلطات المغربيه يعني تكون على بال وتمشي عندهم وتشوف المشاكل ديالهم. ف ديجا لو جيست كاين، انا ما يعني ما غاديش نقول ما يعني متاكد بان ما يعني عاود ما خصناش نحلموا بان المشاكل كامله غادي تحل، ولكن جوست الى ديجا بعد السلطات السفير القنصل يعني فكروا في هاد الناس ففيها خير، نتمنوا انه يكون خير. كما كيقولوا النية كاينة، المهم غير الله يجيب لنا هاد الناس اللي عطونا هاد البشرة هادو بحال هكدا ويبشرونا. دابا باقي العمل السي فؤاد، دابا خصك تزيد تتابع هاد الموضوع، باش مع القنصل ومع الجمعيات انكم تحاولوا انتم في لافلوندر تحركوا شوية. بإذن الله بإذن الله. أما بالنسبة يا أخي الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه باش غادي نسيركم بسرعة، وهي ديال الأكباش. حنا راه بقينا واحلين في موضوع ديال الكباش، ما بغيناش نحتارموا قوانين ديال الدولة. حنا في المغرب ملي كيعطيونا شي امر ما كنتكلموش فيه، ما كنعاودوش الهضره. هنايا كنديروا كل ما هو ممنوع مرغوب، ما كنبغوا الحاجه الا ملي كتمنع علينا. ما بغيناش نفهموا باننا عندنا حنا في واحد الدوله عندها سياده وهي مضيفانا، فاذا حنا التزموا بالقوانين ديالها. ماشي ضروري مضيفانا، دابا حتى حنا راه مواطنين سي فؤاد. نعم نوقف كيرا في هذا، انا متفق معك في الشيء اللي تقول، ولكن هذاك مضيفانا دابا راه حنا ولينا مواطنين، ما بقاتش مضيفانا. ماشي كنا مواطنين هكا، ولكن فرق قول لك حنا مواطنين والاخرين زعما مرحبا بهم ضيوف ديالنا. ما بغيتش ندير لا ديستانكسيون باش ما نجرحش الكل، خلينا ندخلوا معاهم في الصميم ديال الالم. معليش زيد. لا غير باش نقول لك زعما كاين يا اخوان، هذه كلمه موجهه للمسلمين بلجيكا، بالله عليكم دخلت عليكم بالله، الا ما تطوروا العقليه ديالكم ما تبقاوش ديك العقليه اللي جيتوا فيها ديال 1976 ولا 66 ولا 86، غيروها اندمجوا مع هذا المجتمع، ما تبقاوش غير انتم بحال. عطينا مثال السي فؤاد باش ما نبقاوش نتكلموا في النظري. ونعطيكم مثال من اي ناحيه ديال هذا الشيء، ديال مثلا في العيد، شي مثال على العيد. العيد نتكلموا على العيد،
كانت عندنا الظروف كتسمح لينا، كنا كنعيدوا في ديورنا شويه ولينا كنعيدوا في الباطوار شويه ولا كيفرضوا علينا اشياء اخرى. علاش حنا ما نجتمعوش هاد المساجد هذه اللي كنجتمعوا فيها حنا في الماكله والزهو، في بعض المرات الا كانت شي مناسبه كيكون الحول والخير مدفق الله يسمح لينا منه، ولكن باش نتكلموا بشي موضوع اي واحد اي مسؤول تعطيه ليا في هذا الجامع تكلم معاه في هذه المواضيع المهمه اش غيقول لك؟ وحنا احنا اميين نخليوكم نتوما الشباب اللي تدخلوا في هذه المساله. يا اخي لكتي امي بعد على ذيك المسؤوليه وخلي الناس اللي كيبانوا لك عندهم الوعي. يا اخي انت شداك المسجد اكثر من 20 سنه اكثر من 30 سنه بالمسؤوليه وطيب درتي وصلتي الله يرحم لك الوالدين، ولكن اعطي الفرصه للشباب. علاش ما نعطيش هذه الفرصه للشباب؟ انا مره اخرى غادي ندير اعداء عليا بهذه المساله هذه لان هذه انا هكذا. يا اخوان فهموني وما كنتكلمش على مسجد واحد، انا كنتكلم على المساجد ديال بلجيكا فهموني مزيان. لان كان وقع لي في ذاك المكالمه الاخيره وقع لي بعض المشاكل نتغاضوها الان، ولكن كنقول لكم يا اخوان المسؤوليه ديال المساجد حاولوا الا بغيتوا كاع انتم هذيك المسؤوليه بوحدكم دخلوا فيها شويه الشباب، وملي تدخلوا الشباب عطيو حريه التصرف ما تفرضوش عليه ذاك الراي ديالك وتقول لي ارى قول لي رايك. سي فؤاد انا الفكره ديالك وصلت، يمكن لان دابا وصلنا دابا السبعه دابا يمكن نخليوها لفرصه اخرى باش نتكلموا يمكن على المشكل ديال تسيير المساجد، تدبير وتسيير المساجد. نعم. سمعت تهدي فيها نقاش. خليك عاوتاني سي تجيني الى ما تقدر الى ما تكونساكري واحد شي حلقه الاخوان ديالنا اللي كيتالموا حاليا وكيتقتلوا وكيتشردوا في بورما، القبائل ديال الروهينغا اللي هما راك على بالك وعلى بال الجميع انهم يضطهدون، وتا واحد ما تكلم. يلا الرئيس ديال تركيا اللي لمحوا انه غيدير مساعدات، اما القياده ديالنا الاسلاميه ولا خدام الحرمين الشريفين ولا كل عالم اسلامي راه ما سمعنا عليهم والو. شكرا سي فؤاد، شكرا شكرا للمكالمه، مع السلامه مع السلامه. هاد المسائل نخليوها للمسؤولين الدول الاسلاميه وما يتحملوا المسؤوليه ديالهم. احنا الله رعنا حاصلين في المشاكل ديالنا سي فؤاد، انا مثلا الناس كتقول لك ما تلقناش فين ذبحوا الحولي عندنا واش دانا لهاد رونينغا ولا البورما ولا الاخر. نبداو بالمشاكل اللي احنا حاصلين فيها ورانا في الحضيض للاسف. شكرا، نتمنى تلقاو فرصه اخرى هذا الاسبوع ان شاء الله الى ذلك الحين. اقول لكم الى اللقاء، مع السلامه.